فضيلة الشيخ وفقكم الله، وامرأة تريد الصوم عن قضاء 8 أيام، هل يعتبر يوم عاشوراء إذا صامته؟ هل يعتبر من القضاء أو أنها تصومه كأنه عاشوراء ثم تصوم قضاء يوما آخر؟ لا، القضاء حسب النية، إنما الأعمال بالنية، فما نوته قضاء فهو قضاء فقط، وما نوته عاشوراء فهو عاشوراء فقط، فلا يدخل هذا في هذا. نعم.